أنا أوصيكم طلبة العلم في كتاب نافع عظيم يعود طالب العلم على المسائل الخلافية وعدم الاعتداد أحياناً بالرأي، الصبر. يعني ربما يكون واحد عنده مسألة بحث هذه المسألة وتطلع فيها وكان عنده قدرة، لكن فوق كل ذي علم عليم. هذا الكتاب هو كتاب ابن القيم في زاد المعاد، هذا من أفضل الكتب التي تساعد طالب العلم على فهم المسائل الخلافية. ابن القيم في هذا الكتاب عندما يتكلم عن مسألة من المسائل، طريقة الشيخ يأتي بالقول الأول ويأتي بأدلته حتى تقتنع وتقول هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، ثم بعد ذلك يأتي بالقول الثاني، ثم تقول هذا القول الذي ذكره يأتي بالأدلة فتقول هذا هو القول الراجح، ثم يأتي بأيضا أحيانا قول ثالث وكذلك يأتي بالأدلة وتقول هذا هو القول الراجح. تتعجب من أولا قوة الأدلة في هذه المسألة. في الغالب الأدلة إذا جاءت في الغالب أن يتظهر المسألة لطالب العلم، لكن من قوة ابن القيم في استدلالاته خاصة من الكتاب والسنة تتعجب من حاله. وهذا الكتاب الحقيقة كتاب من أنفع الكتب حتى يقرأ في البيت مع الأهل، هو عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وألفه الشيخ رحمه الله في رحلة، إن هذا الكتاب ألف وهو في رحلته إلى الحج، فألف هذا الكتاب العظيم النافع وهو يتكلم عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الكتاب يعود طالب علم على المسائل الخلافية. لذلك نقول لو كان هناك اختلاف بين طلاب العلم في بعض المسائل أن يصبر طالب العلم ويسمع أيضا من أخيه ولا يستعجل في قضية الرد بشكل سريع، وهذا أيضا من السمت، وهذا ما يتعلق بمسألتنا التي نتكلم عليها هي الصبر، أن يصبر المسلم فيما يتعلق بمناقشته وأيضا في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى.